مساء الخير، معكم يوسف. اليوم حاب أقدم لكم طريقة عمل الفشار بدون ولا نقطة زيت صحي للعاملين رجيم. هسا شو بدنا نساوي؟ أول إشي بنجيب هاي بنغطيها عشان البخار ما يطلع من الطنجرة، نغطيها منيح. بعدين نفتح الطنجرة بنغطيها، نضرب النار عليها، نحرك فيه هيك عشان ما ينفرك معنا. هذا الفشار صحي كثير للناس اللي بحبوا يعملوا رجيم وبحبوا وما فيه سعرات حرارية. ونضل نحرك فيه نفس هاي الطريقة. لحد ما يسلو معنا. بنحطه هيك شوي ونضل نحرك فيه، ما بنخليه هيك محطوط، بنحرك. نضل نحرك فيه عشان ما ينحرك الحب البشار اللي معنا. وهي هيك بعد التحريك المستمر صار يفقع معنا الفشار. بتمنى الطريقة تعجبكم، بتمنى الكل يجربها، طريقة سهلة جدا وراح تعجبكم كتير. يفقع لحاله من غير ولا نقطة زيت هاي الطريقة. وهي هيك الفشار صار جاهز معنا. بتمنى الكل تعجب طريقتنا، وبتمنى الكل يجرب هاي الطريقة، وبتمنى كل شخص شاهد الفيديو يعمل لايك للفيديو ويعمل اشتراك لقناتنا على اليوتيوب.